ينضم إلينا الآن من رام الله الدكتور محمد شلالدي وزير العدل الفلسطيني. أهلا بك معنا معالي الوزير. دعوات دولية متتالية ولا متناهية لإسرائيل للالتزام بالقانون الدولي مع الحفاظ على حق النفس وحق الدفاع عن النفس، ما الذي يجعل كل هذه الدعوات غير إلزامية حتى الآن بالنسبة لإسرائيل؟ أولا يعني هذه الدعوات لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هي مشكلة دولية، هي مشكلة تكمن في تطبيق واحترام آليات ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الأمم المتحدة كمنظمة دولية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية من أجل وضع حد للحروب، وفي ميثاق الأمم المتحدة لا يوجد نص على الحروب، والمادة 4 بند 2 نصت على عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها، وإسرائيل تخالف هذا المبدأ الهام في ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 48 وفي احتلالها للأراضي العربية المحتلة منذ عام 67. وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال حتى الآن تتضرع في حربها العدوانية الهمجية التي تأتي هذه الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية في منظومة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وإسرائيل لا تحترم ولا تطبق حتى تاريخه، لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر منذ صدور قرار التقسيم بتاريخ 29/11 عام 1947 والذي الأمم المتحدة اتخذت يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني عام 77. كفانا تضامن وكفانا استنكار وشجب وإدانة، لابد لهذا المجتمع الظالم الذي هو يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بالأمم المتحدة كمنظمة دولية التي أصدرت قرار التقسيم وطبقت الشق الأول منه بإقامة الدولة اليهودية ولم تقم بتطبيق الشق الثاني حول قيام الدولة الفلسطينية. ونحن كشعب فلسطيني حقيتنا بإقامة دولتنا وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وما يجري في قطاع غزة هو إسرائيل أولا تتذرع بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تحت بند حق الدفاع المشروع. حق الدفاع المشروع لا يجوز للدولة المحتلة أن تستند له، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بخصوص الجدار عندما استندت له إسرائيل في عام 2004، لم يأخذ به قضاة محكمة العدل الدولية. كيف يجوز لدولة محتلة إقليما محتلا وشعبا محتلا تعلنه كيانا معاديا وتعلن الحرب على هذا الإقليم وتتذرع بنص المادة 51؟ نص المادة 51 هي حق الدفاع أمام دولة، أمام عدوان مسلح من قبل دولة. هذه حركات مقاومة من حق الشعب الفلسطيني وأرضه محتلة أن يقوم بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية بالدفاع عن أرضه، وذلك ارتباطا واستنادا إلى حق تقرير المصير للشعوب في هذا الجانب. وهناك فرق ما بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير وما بين الإرهاب المنظم الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال، وبالتالي كفى للشعب الفلسطيني من ارتكاب جرائم، والمجتمع الدولي حتى الآن لا يوجد صيغة ولا يوجد مشروع قرار طرح مشروع قرار من قبل البرازيل وطرح مشروع قرار من قبل روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حالة حق الدفاع الشرعي حتى تعطي رخصة وتتيح للسلطة القائمة بالاحتلال بالارتكاب العديد من المجازر. وبالتالي هذه ليست مسؤولية دولة فلسطين والشعب الفلسطيني بوقف هذه الحرب العدوانية الهمجية التي فعلا تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال على أساس منهجي واسع، وهي جرائم إبادة جماعية في هذا الجانب. تحملون من المسؤولية اليوم، وما الذي الآن تنوي فلسطين اتخاذه في مجرى العدالة الدولية ردا على كل ما يجري؟ يعني أولا نحمل السلطة القائمة بالاحتلال بالدرجة الأولى لأن هي المسؤولة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي الاحتلال غير قانوني وغير مشروع، والاحتلال هو مخالف لميثاق الأمم المتحدة نص المادة 4 بند 2، وبالتالي مخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. إسرائيل لا تلتزم باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف ولا مبادئ القانون الدولي الإنساني،
وهي لا تميز ما بين العسكريين والمدنيين، وهي لا تلتزم بمبادئ وقواعد القانون الدولي في هذا الجانب، وتستخدم الأسلحة المحظورة دوليا كالفسفور الأبيض، وبالتالي تفرض حصارا على قطاع غزة. كيف يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تفرض على إقليمها المحتل حصارا، وبالتالي لا كهرباء ولا ماء ولا أغذية ولا أدوية؟ هذه جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وهناك جريمة أخرى تضاف إلى هذه الجرائم، وهي جريمة التهجير القسري وترحيل الشعب الفلسطيني. نحن كشعب فلسطيني نؤكد على تمسكنا بكافة قرارات الشرعية الدولية، نؤكد على أحقيتنا في المقاومة بكافة وسائلها السلمية وغير السلمية، من أجل حصولنا على حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وثانيا، نحن في كافة النشاطات الدبلوماسية كان هناك خطاب لسيادة الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة القاهرة للسلام، والذي أكد على وقف هذه الحرب العدوانية، وأكد على مرور والسماح للإمدادات والإغاثة الإنسانية. وهذه القضية ليست قضية إنسانية، قضية الشعب الفلسطيني، ولكن قضية حق تقرير المصير، وبالتالي هذه ليست مسؤوليتنا فحسب. هناك تحرك على مستوى أولا مطروح مسألة قانونية أمام محكمة العدل الدولية، سنحرك، وهناك ملفات مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وننتظر إن شاء الله حينما يستمع مجلس الأمن. ولكن سلف أقول، هذا المجتمع الظالم، الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم حق النقد الفيتو في أي قضية لصالح الشعب الفلسطيني. هي منحازة منذ اللحظة الأولى مع إسرائيل ومع احتلالها، وبالتالي هي التي أعطت الضوء الأخضر والرخصة للسلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب هذه الجرائم. وبالتالي هذه ليست مسؤوليتنا فحسب، هذه مسؤولية المجتمع الدولي، لأن القضية الفلسطينية لا تهدد الأمن والسلم في فلسطين وفي الشرق الأوسط فحسب، وإنما تهدد الأمن والسلم في العالم أجمع. فعلى المجلس الأمن والجمعية العامة، في حال عدم أو عجز مجلس الأمن أو أخفق أو استخدم حق النقد الفيتو بشكل تعسفي في مجلس الأمن، يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، وهذا ما تم اتخاذه في العديد من القرارات في أزمة حرب السويس وفي أزمة الكونغو، وفي العديد من القرارات تم اتخاذه. ولا بد من إعادة الصلاحيات الواسعة للسلطة النيابية أو البرلمانية التي تمثلها الجمعية العامة، التي تمثل 193 دولة، وقرارات الجمعية الدولية، الجمعية العامة في القانون الدولي هي تتمتع بقيمة قانونية أقوى من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الذي يمثل 15 دولة، أو فقط محصور في إطار 5 دول دامت العضوية والتي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، المقترح الإسرائيلي الجديد أو القرار الإسرائيلي الجديد هو ليس أو لا يتشكل في حل دولتين، بل يتشكل في إعطاء نظام حكم ذاتي خالي من حماس بشقيها العسكري والسياسي. ما مدى تحقيق ذلك وقبول الجهة الفلسطينية بذلك برأيك، وتأثيره على المعادلة اللي تحدثت عنها حضرتك منذ قليل؟ يعني أولا، إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ليست هي مخولة باسم الشعب الفلسطيني أن تحدد ما هو الحل النهائي للقضية الفلسطينية. هناك أجهزة دستورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي القيادة، بغض النظر هناك تنظيمات وحركات مقاومة، هذا من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ولو كانت خارج إطار منظمة التحرير. هذا جانب. والجانب الآخر، نحن الذي يحكم العلاقات ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل والإقليم المحتل ليست التشريعات العنصرية الإسرائيلية، وليست السلطة التنفيذية الإسرائيلية، وليست الحكومة الإسرائيلية. الذي يحكم العلاقات هي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل خاص قرارات الأمم المتحدة، قرارات الشرعية الدولية، بدءا بقرار التقسيم الصادر بتاريخ 29/11/1947، وانتهاء بأي قرار صدر عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، لأن قرارات الأمم المتحدة لا تسقط بالتقادم. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قبلت في الأمم المتحدة، وكان قبولها معلقا على شرطين: الشرط الأول هو تطبيقها وتنفيذها لقرار التقسيم، وثانيا تطبيقها واحترامها لقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة هي جرائم فصل عنصري أبارتايد، ولا بد من وصم هذه الدولة أمام الجمعية العامة بدولة الفصل العنصري الأبارتايد، وفي
وعدم تطبيقها وتنفيذها لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار التقسيم وقرار حق العودة، هذا يتيح للجمعية العامة بطرد وتجميد عضوية هذه الدولة، لأن في نهاية المطاف الذي نريده كشعب فلسطيني هو حق تقرير مصير واحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة. ونحن كشعب فلسطيني وكدولة فلسطين نثمن ونقدر مبادئ وقواعد القانون الدولي، ونحن نحترم ونلتزم بكافة قرارات الشرعية الدولية التي دكتور. أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله دكتور محمد الشلالدي وزير العدل الفلسطيني.